متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: تفاصيل حال من عدم الاستقرار الجوي على وسط المملكة خلال ساعات نهار اليوم الاثنين وأيضا يوم غد الثلاثاء، أيضا زخاتر عديدة من الأمطار تشمل كل من حائل والقصيم بشكل رئيسي وبعض المناطق الأخرى سنستعرضها في تفاصيل هذه النشرة، وأيضا تفاصيل للكتلة الهوائية الحارة التي تبدأ بالتأثير على المملكة اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء. تبدأ نشرتنا كالعادة بصور الأقمار الاصطناعية والتي توضح انتشار لبعض الغيوم العالية في عموم المنطقة الوسطى والشرقية ومنطقة الإحساء، هي عبارة عن بقايا للغيوم الركامية التي تشكلت ليلة أمس في منطقة غرب الرياض والتي عملت على هطول زخات رعدية غزيرة من الأمطار، ترافقت أيضا بهطول زخات من البرد. سرعان ما تلاشت أو ماتت هذه الغيوم الركامية وبقي سداها حاليا يغطي المنطقة الوسطى والشرقية ومنطقة الإحساء، في حين يلاحظ خلو باقي مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم متوسطة الارتفاع في أقصى شمال المملكة. بالانتقال الآن إلى الخرائط الجوية لتوزيع الأمطار والتي سنتحدث فيها عن تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي، أيضا المناطق المشمولة بالأمطار، حيث اعتبارا من ساعات ظهيرة اليوم وعصر اليوم الاثنين تبدأ الغيوم الركامية بالتكاثر في عموم المنطقة الوسطى تحديدا وخاصة فوق منطقة حائل والقصيم وأجزاء من شرق المدينة المنورة. تعمل هذه الغيوم على هطول زخات رعدية غزيرة من الأمطار في تلك المناطق. مع ساعات الليل تنتقل الفعالية الجوية باتجاه منطقة حفر الباطن، حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار هناك، وتستمر فرص هطول زخات الأمطار الرعدية في كل من حائل والقصيم، وتشمل أيضا بريدة وعنيزة ومدينة حائل والأجزاء الشرقية من المدينة المنورة وأيضا غرب منطقة الرياض. يوم الأربعاء بإذن الله تتجدد حالة عدم استقرار الجو، لكن تكون بشكل أضعف مما كانت عليه يوم الاثنين، لكن تشمل نفس المناطق، أي تشمل منطقة حائل والقصيم، منطقة حفر الباطن، غرب منطقة الرياض وأيضا المنطقة الشرقية من منطقة المدينة المنورة، وتهطل زخات رعدية من الأمطار في تلك المنطقة. أيضا لا يستبعد هطول زخات رعدية من الأمطار يوم الاثنين ويوم الثلاثاء فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، تشمل كل من مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأيضا الطائف. يوم الأربعاء بحول الله أو بمساء يوم الثلاثاء ممكن تكون هناك فرصة أو احتمالية أن تصل بعض الهطولات المطرية أو بعض زخات الأمطار نحو العاصمة الرياض، لكن تكون خفيفة الشدة بالمجمل اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء وليل الثلاثاء وأيضا خلال يوم الأربعاء مساء يوم الأربعاء تحديدا. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، حيث تندفع كتلة هوائية حارة باتجاه شبه الجزيرة العربية، تعمل على ارتفاع كبير ومحسوس في درجات الحرارة منتصف هذا الأسبوع. يستمر هذا الارتفاع في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس، وتشتد معه درجات الحرارة لتلامس أو تتعدى حاجز 40 درجة مئوية في المنطقة الشرقية، وبالتالي تكون الأجواء حارة بشكل لافت. بالانتقال الآن للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال 3 أيام القادمة: طقس حار بشكل لافت يوم الثلاثاء 38 درجة مئوية، ليلا تصل إلى 25 درجة مئوية مع فرصة لهطول بعض زخات الأمطار. يوم الأربعاء تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتلامس 40 درجة مئوية، في حين تبدأ حالة من عدم الاستقرار الجوي تتشكل فوق منطقة الرياض اعتبارا من ساعات مساء وليل الأربعاء، تهطل على إثر بعض الزخات الخفيفة من الأمطار فوق العاصمة الرياض. يوم الخميس يميل الطقس للاستقرار، لكن تبقى درجات الحرارة مرتفعة، الطقس حار، تبقى درجات الحرارة تلامس 40 درجة مئوية كحرارة عظمى، بينما الصغرى ترتفع إلى 27 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.